السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعدتنا ان انت هتقدم 30 حلقة وما قدمتش 30 حلقة، انت على مدار الشهر قدمت 7 حلقات فقط، ودي حقيقة مش هقدر اهرب منها. ويمكن الهدف من البرنامج انا وضحته في الحلقة التقديمية، وكان فعلا مخطط البرنامج انه هيقدم على مدار 30 حلقة يوميا، هنذيع حلقة أو هنرفع حلقة على القناة. ولكن أنا مريت ببعض الظروف الشخصية، مش حابب إن أنا أدخل حضراتكم في تفاصيلها، ويمكن هي دي اللي كانت السبب وراء توقف إذاعة البرنامج. فكنت قدام اختيارين، إما إن أنا أنهي الموسم الأول للبرنامج ده عند الحلقة 7 ويبقى خلاص 7 حلقات وموسم معدة، أو الخيار التاني ان انا ابدأ استمر في تقديم الحلقات حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. واستخرت الله سبحانه وتعالى واستشرت بعض الاصدقاء المقربين واتكلمت معهم، فكان الخيار الثاني او السكند اوبشن ده هو ده اللي احنا هنكمله ان شاء الله، وهنمشي على اساسه اللي احنا نبدأ نقدم البرنامج في حلقات متتابعة حتى بعد نهاية الشهر الكريم، وهتستمر برضو بنفس المسمى اللي هو سل صيامك مع القمار، وهنقفل ان شاء الله 30 حلقة على اساس تبقى الموسم الاول. واذا كنا من اهل الدنيا ان شاء الله في رمضان القادم هنقدم الموسم الثاني من البرنامج. ويمكن الهدف الاصيل لبرنامج سل صيامك مع القمار هو تقديم موضوعات بتمس بشكل اساسي وبشكل قريب ومباشر تنمية المهارات وتطوير الذات وكشف اسرار النجاح والناجحين. فيمكن هو ده الهدف يعني الاساسي من تقديم برنامج. واستغلينا ان شهر رمضان الكريم خصوصا في هذه الايام وناس كتير كان معاها وقت ان هو نقدم الجرعة مرتبطة بالشهر الفضيل، ولكن سيبقى الغرض من البرنامج هو تقديم المادة العلمية. فحنستمر ان شاء الله وحنقدم حلقات البرنامج المعدة سلفا. انا كنت فعلا مختار 30 موضوع هنتكلم فيه مع مدار شهر رمضان الكريم. طيب ندخل بقى في موضوع حلقة النهاردة، وحلقة النهاردة هي واحدة من أسرار الناجحين فعلا. حلقة النهاردة هنركز فيها على واحد من المفاتيح السحرية لأبواب النجاح. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مفتاح بوابة النجاح على المستوى المهني والمستوى الشخصي. لو سيادتك فاكر او بتعتقد ان النجاح بيتوقف فقط على قدراتك الذهنية والعقلية واستخدامك لمهاراتك دي فقط، فانت محتاج تتفرج معانا او تشاهد معانا الحلقة لاخرها. النهاردة هنتكلم عن الذكاء الاجتماعي. ايوه يا فندم، زي ما سيادتك سمعت بالظبط، الذكاء الاجتماعي مش بس الذكاء العقلي. لما ربنا بيمن عليك انك تتمتع بالذكاء الاجتماعي، فده معناه انك بتمتلك القدرة على التفاعل مع الاخرين من ناحية، وجذبهم للتعاون معاك من ناحية اخرى.
والذكاء الاجتماعي ده مزيج ميكس كده متوازن من شعور باحتياجات الآخرين واهتماماتهم الصريحة منها والضمنية، ومن اكتساب مجموعة من المهارات اللي بتمكنك من النجاح في التفاعل معاهم في أي زمان وأي مكان. علشان كده الذكاء الاجتماعي بيديلك قدرة فائقة على التواصل والتفاهم والتعامل مع المواقف المختلفة بفاعلية غير طبيعية، وكأنك بالظبط بتمتلك قرون استشعار أو جهاز رادار بيلتقط الإشارات دي. وطبعا الذكاء مختلف الدرجات، حتى الذكاء الاجتماعي نفسه مختلف الدرجات. وعشان أقرب الاختلاف ده لحضرتك، تخيل دلوقتي إن أنت عندك مجموعة من الـ difficult people أو الناس صعب المراس، الناس اللي هم صعبين حتى في التعامل معهم، زي مديرك المزعج، زميلك المتطفل، أخوك الشكاء وصديقك البكاء، وكل الشخصيات اللي إحنا بنحاول نتحاشاها بقى ونهرب من لقائها. يعني لو شفت واحد منهم ماشي في طريق، تبقى أنت عايز الأرض تنشق وتبلعك، أو تتشق وتبلعه هو، أو إن أنت تبعد خالص أو تغير طريقك. دول مجموعة من الناس اللي بتنطبق عليهم الحكمة اللي بصراحة أنا مؤمن بيها جدا، إن الإنسان السطحي يحرمك متعتين: عزلة نافعة وصحبة ممتعة بصراحة شديدة. وممكن يكون عكس الكلام ده، في فريق تاني عكس اللي أنا قلته، فتلاقيه صديق حميم وحد بتشعر معاه بالراحة وبالاحترام وبالتقدير. وطبعا في فرق شاسع ما بين الفريقين، لان زميلك الشكاء اللي هو بيقتاد على الشكوى، ان خلي بالك ان في واحد بيشكي لان هو موضوع او اتحط في موقف ظلم فعلا، فبيحاول يخرج الطاقة اللي عنده مع حد قريب منه. لكن في ناس اصبح الشكوى بالنسبة لها مهنة، هو فعلا بيقتات على الشكوى، لازم بيدعي المظلومية وبيدعي إن هو شخص الدنيا كلها جاية عليه. واللي زي ده بيبدأ يديلك أنت طاقة سلبية وبياخد وبيحرق من طاقتك الإيجابية. فالزميل الشكاك ده فعلا بيصاب بصداع، بيدفعك كده للضجر كده والإنزعاج، على عكس تماما مع صديقك الحميم او العاقل اللي انت بتفتح له صدرك وبتبدأ تبوح له بأسرارك، وهو بيصغي وبيستمع وبيحاول كمان ان هو يكون ايجابي معاك، مش سلبي زي الشكاك. لا، ده ايجابي، يعني لو عنده حلول او مبادرات لتقديم حلول ما بيتأخرش عنك. وده هو جوهر الذكاء الاجتماعي، إن الذكاء الاجتماعي لا يقتصر فقط على حل المعضلات والمسائل الاجتماعية، لكن ده هو موهبة ونوع مختلف من النشاط النفسي والذهني والروحي اللي بنقدر نعبر من خلاله الآخرين ونفس الآخرين، علشان نفهم شخصياتهم ونعرف نتعامل معاهم ازاي
وبشكل فعال وسليم. طيب، هل احنا نقدر ننمي ذكائنا الاجتماعي؟ يعني دي حاجة كده الواحد بيتولد بيها ولا مهارة ممكن انميها؟ مش هدخل في هذا الجدل، لكن انا في دقائق معدودة وموجزة هقدم لحضرتك وجبة دسمة من الذكاء الاجتماعي، هتكلم فيها عن مكونات الذكاء الاجتماعي، واديها لسيادتك كده على طبق من ذهب، وقول لحضرتك حاول تمرن نفسك عليهم، لان هي مهارة يمكن اكتسابها. واحدة واحدة كده مع بعض، ونبدأ ندخل في مكونات الذكاء الاجتماعي. مكونات الذكاء الاجتماعي من خلال القراءات اللي انا قرأتها وطلعت عليها، مكونة من 5 عناصر رئيسية. هقولهم مرة واحدة ونمسك عنصر عنصر نتكلم عنه بشكل موجز علشان نعرف ازاي نتعامل معاه. يبقى الذكاء الاجتماعي مكون من 5 عناصر. اول عنصر عندي هو ادراك المعطيات للموقف والوعي بها. تاني عنصر عندي هو عنصر الحضور. العنصر الثالث هو عنصر الأصالة. العنصر الرابع هو عنصر الوضوح. والعنصر الخامس بيختص في التفاهم والتعاطف مع الآخرين. دول 5 عناصر اللي بيتشكل وبيتكون منهم الذكاء الاجتماعي. لو مسكنا مع بعض أول مكون وأول عنصر من مكونات الذكاء الاجتماعي، وهو إدراك معطيات الموقف والوعي بيه، هنلاقي إن كلمة إدراك في حد ذاتها دي عاملة كده زي ما قلت في بداية الحلقة بالرادار وقرون الاستشعار. يعني أنت تبدأ تتحسس من نفسك كده، هل أنت من الناس اللي بتشعر بأحاسيس الآخرين؟ هل انت بتقدر مشاعرهم؟ هل انت بتستشف نواياهم حتى لو ما صرحوش بيها او اعلنوا عنها؟ هل انت بتحط صورة واقعية للمواقف، ولا كل حياتك عبارة عن تخيلات ولما تبدأ تحصل او تترجم في شكل واقعي تلاقي شتان ما بين اللي كان بيدور في راسك واللي بيحصل النهاردة على ارض الواقع؟ موضوع الإدراك موضوع مهم جدا جدا جدا. وعلشان نفهم إدراك معطيات الموقف والوعي بيه، هتكلم في نقطتين رئيسيتين. أول نقطة عندي هو إدراك السياق الاجتماعي واستيعاب نظم المجتمع، والنقطة الثانية هي تنمية المهارات بقى بتاعت الإدراك علشان أقدر أمارس عملية الإدراك والاستيعاب بشكل قوي وفعال. أول نقطة عندي علشان أفهم معطيات الموقف صح وأدركها بشكل سليم، إن أنا لازم أفهم السياق الاجتماعي واستوعب نظام المجتمع. لو لا بصيت كده، أو كل واحد منا بدأ يبص على المواقف اللي هو بيتعرض ليها سواء في حياته الشخصية أو في شغله، هيلاقي ان البشر ما بيتفاعلوش بعضهم مع بعض الا في اطار او سياق موقف بعينه. يعني لازم يكون حصل كده موقف ويبدأ طرفي الموضوع يتلاقوا، بقى اطراف تتلاقى عند هذا الموقف، زي بالظبط كده لما قالوا وما الدنيا الا مسرح كبير. فتلاقي فعلا الدنيا عاملة زي المسرح، تلاقي أحداث وقصة بتدور حوالين الأحداث، وإن البشر دول ممثلين فيها وكل واحد ليه دور بيأديه، وبعد كده بيحصل تفاعل ويكون في خلاف وربما يكون في صراع، وده اللي بيدي طعم للحياة ومعنى الحياة، وبيتبان فيها السلوكيات اللي بينتهجها البشر، وبنبدأ ندرس من خلالها المبررات والدوافع ونشوف الميول ونشوف
الطبع والتطبع لكل واحد. فطبعا من غير زي مثلا كل سيادتك ضمن الحاجات اللي احنا نظم المجتمع بيحددها، اذا كنت سيادتك رايح تحضر فرح طبعا انت اقل شيء هتعمله يكون تكون مبتسم، مش هينفع تعيط وتبكي وانت موجود في فرح يعني، او تبقى قاعد مكشر. لو مش هترقص وتهيص مع الناس هتضحك. طيب العكس بقى، لو سيادتك رايح تأدي واجب عزاء في مأتم أو في جنازة، هل هتقول نكت زي ما عمل يحيى الفخراني في الفيلم؟ طبعا لا، الإنسان الطبيعي هيكون عارف ومستوعب النظام الاجتماعي والموقف اللي هو محطوط فيه، فهيتعامل مع هذا الأساس. طب لو حصل عكس، يعني لو لقينا شخص زي يحيى الفخراني، الناس كلها بقت تبص له ايه؟ هو حد مش طبيعي، مش طبيعي. ليه؟ لانه بدأ يمشي عكس النظم بتاعت المجتمع اللي هو فيه. على فكرة مش شرط ان انت تكون متعاطي حاجة او ان انت يكون ذهب عقلك علشان تخرج عن النظام، انت ممكن تكون انسان عادي جدا طبيعي جدا، ولكن انغماسك في همومك الداخلية هتلاقي ان انت عملت ذاتك هي محور الحياة والاهتمام، فتلاقيك انت ما بتفكرش في غيرك، انت بتفكر في نفسك وفقط، فبتتجاهل المواقف الحساسة وبتتصرف بمنتهى الحماقة، اللي هو يعني عايز تقول انت متمرد على الوضع. ليه؟ لان محدش في دماغي انا، بس اللي انا اقدر اعمل اللي انا عايزه اعمله، وفاكر ان دي حريه، خلينا يعني مش وعدنا حريه. لكن سيادتك مارس الموضوع ده، وطبعا يا ريت حضراتكم تشاركوني في التعليقات لما نبدا نشوف الحاجات دي، يعني تصرف بهذا الشكل وقول لي مكاسبك ايه وخسايرك ايه، لأن هدف النهاردة وهدف لقاء النهاردة إن إحنا نوصل مع سيادتك لأعلى درجة من المكاسب مش الخسارة. دي كده النقطة الأولانية في إدراك السياق الاجتماعي واستيعاب نظم المجتمع. طب أنا عايز دلوقتي أنمي مهارات الإدراك عندي، اللي هي تحديدا تنمية مهارات إدراك المواقف واستيعابها. في ثلاث حاجات كده هنمشي فيهم مع بعض، هي كتدريب او نوع من انواع التدريب. يعني اول نقطة عندي، لما تكون قاعد في مكان عام، سواء مطعم، كافيه كبير، مول تجاري، حاول كده تراقب الناس بس بدون تطفل وبدون ازعاج، يعني ما تزعجهمش بنظراتك وتكون نظرات حادة. حاول كده تشوف الناس وقاعدة مع بعض في التجمعات، وحاول تخمن درجة التقارب ما بينهم، تمام، من خلال تعاملهم مع بعض حتى لو انت مش سامع الكلام اللي بيتقال. يعني شوف هل دول عائلات ولا اصدقاء ولا زملاء ولا ايه الموضوع. ليه؟ لان ده بيخلي عندك حتة او يعني مهارة إدراك ما يحدث حولك، إنك تدرك حتى العلاقات ما بين الناس، دي حاجة مهمة جدا. من الحاجات برضو اللي تساعدك في التدريب على تنمية مهاراتك، لو أنت موجود في اجتماع ابدأ كده بص كده على ترتيب الكراسي حوالين الطاولة، خصوصا في الاجتماعات كمان الرسمية، هتلاقي مثلا إن طبيعة المكان بيأثر على سلوك البشر. فلو خدت مثال إن أنت حضرت اجتماع رسمي للشركة عند سيادتك، فهتلاقي إن دايما بيقعد على رأس الطاولة رئيس مجلس إدارة أو الرئيس التنفيذي، وبتلاقيه حوله كده بقى أعضاء مجلس الإدارة أو اللي هما التوب مانجمنت أو الإدارة العليا، في شكل كده نص دايرة،
وتلاقي موظف في السكرتارية أو اللي هياخد المينتس بتاعت الميتنج أو ملاحظات الاجتماع قاعد كده إيه مقابر للرئيس علشان يبدأ يسمع كويس ويدون. إيه ده اللي بيدون الجلسة؟ أنت كده هتبدأ يبقى عندك قدرة على تحديد تأثير المكان على سلوك البشر. وطبعا طبعا انت عمال بتتابع اللي بيدور حواليك. اخر نقطة، درب نفسك بقى على التعرف على المعاني الظاهرة والخفية للكلمات والتعبيرات. الحكمة بتقول تكلم حتى اعرفك، لان الكلمات عبارة عن اشارات ونبضات ورسائل بتعبر عن شخصية صاحبها ونشأته الاجتماعية والثقافية والبيئية. فالابتذال والإسفاف في الحديث بيديلك على طول انطباع عن سطحية المتحدث وضحالة بقى فكره وعن التربية بتاعته وعن البيئة اللي هو نشأ فيها في بالك. اوكي، فبرضه دي من الحاجات اللي انت لازم تدرب نفسك عليها، ان انت ما تبصش بس او ما تسمعش الكلمات مجرد كلمات، لا حاول تستوعب الكلمة وتستوعب اللي وراها وتستشف كمان شخصية اللي بيقول الكلمة من خلال الكلمات والألفاظ اللي طالعة منها. ده كده أول مكون عندي من مكونات الذكاء الاجتماعي، وهو إزاي أدرك الموقف اللي أنا عايش فيه بمعطياته ويكون عندي درجة عالية من الوعي بيها. تاني جزئية أو تاني عنصر مكون للذكاء الاجتماعي هو عنصر الحضور. هي بتاعتك صابع من خلال مظهرك، مزاجك، لغة جسدك، طريقتك في المشي، الوقوف، الجلوس، كل الحاجات دي هل بتؤهلك للتفاهم مع الآخرين وإنك تتواصل معهم؟ آه أو لأ؟ وهل أنت بتترك انطباع إيجابي عنك في كل لقاء وكل موقف سيادتك بتتحط فيه مع الآخرين؟ آه أو لأ؟ لأن خلي بالك إن في بعض التأثيرات السلبية زي الخجل والتردد والخوف أو حتى عدم احترام الناس اللي بتكلمهم بتسيب علامة عند الشخص التاني، تكون علامة مش علامة حلوة، يعني خصوصا لما أنت بتكون دايما بتتقبل صدمات اللي قدامك بشكل فيه تهاون او بشكل فيه ضعف. لو هو حس منك بهذا الضعف واستشعره، وخصوصا لو كان في موقف فيه بقى شيشة كده او موقف فيه تفاوض، على طول بيبدأ يحط الابر هاند او اليد العليا عليك، وده من الخطورة بمكان. لذلك حاول دايما يكون لك تأثير في اي جلسة، حتى لو انت كنت الطرف الاضعف ما تبينش انت الطرف الاضعف. وطبعا ده بينتج عن تأثيرك وجاذبيتك. الحضور بيتأثر الجاذبية وقدرة على التأثير. وتعريف الجاذبية والكاريزما اتكلم فيها علماء نفس كتير جدا، مش حابب ندخل في السياقة، ويمكن بعد كده يعني قعدوا يتكلموا هل ان لازم يكون القائد كاريزماتيك يعني كاريزمي او لا، وجدال على هذا الموضوع. لكن خلينا نتكلم على اصناف الجاذبية. الجاذبية عندي يا شباب ثلاث انواع رئيسية. اول حاجة الجاذبية الرسمية، والجاذبية الرسمية دي اللي هي بترتبط بالمنصب بتاعك. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انا عندي مدير عام الشركة او قائد الشركة او قائد المنظمة فيها او السياسيين، اعضاء مجلس النواب، السادة الوزراء،
دول بحكم الكرسي وبحكم المنصب بيتم تسليط الضوء عليهم، شخصيات عامة، وطبعا بيتم احتفاء بيهم أينما ذهبوا، سيادتك ومعاليك. فهذا النوع بيستمد شخصيته مش من سوري يعني بيستمد جاذبيته مش من شخصيته، ولكن هو بيستمدها من السلطة المخولة له. تمام، عشان كده قلت عليها الجاذبية الرسمية. وهنا في كلامي زول حلو وحش، أنا بس بوضح لسيادتك المفهوم. الجاذبية التانية هي الجاذبية المصطنعة، ودي خطيرة بقى، لأن الجاذبية دي أنت بتدفع قصادها فلوس، أنت ممكن تدفع قصادها رشاوي، زي ما بيعمل بعض الفنانين إن هو بيأجر ناس علشان يطلعوا يرموا عليه دباديب أو ياخدوه بالحضن، أو بعض الناس الانفلونسرز اللي هم على السوشيال ميديا مؤخرا يعني بيشتروا فولورز، بيشتروا فولورز، أو إن أنت سيادتك تدفع لوسائل الإعلام سواء بقى المرئية أو المكتوبة علشان يسلطوا الضوء عليك، فأنت بفلوسك بتعمل كل حاجة. فلو انت بتقبل هذا الامر المهين على نفسك اتس اوكي، دي بتاعتك. يعني بنلاقي بعض المشاهير على السوشيال ميديا يطلع يرقص ويزغرد ويتلوى، يعني بتكلم على رجل مش بتكلم على مرأة، ويتراقص اشبه بالنساء ويمكن امهر من النساء في الرقص كمان، ويستثقل دمه ويقول نكت بايخة والناس تبدأ تتكلم عليه بشكل سلبي، يقول لك ما انا كده بس انا شبه مشهور، وممكن يسرق افكار غيره ويحطها في كتاب ويعرضه في معرض الكتاب. اوكي، ما فيش مشكلة، كل دي جاذبية مصطنعة، وهو لا كاريزما ولا حضور ولا ادوات ولا مهارات، ولكن هو بيقدر يعمل الحاجات اللي هي انا شايفها من وجهة نظري ان هي حاجات مهينة، وبيضحي الانسان بانسانيته وكرامته من اجل الشهرة والمجد الزائف، زي بالظبط كأنك بتلبس افخر الثياب، ملابس غالي قوي براندات، وتبدأ كده يعني تروح للناس وتكلمهم بطريقة يعني فيها شوية شياكة مصطنعة، وانت من جواك مش مؤمن باللي بتقوله، فاستحالة يكون في تأثير. ولو كان التأثير هيبقى تأثير جدلي، الناس تدخل تتفرج عليك يعني. فنحاول نتقي الله في نفسنا يا شباب، ونقلل في الجاذبية المصطنعة أو نوقفها تماما. النوع الثالث من الجاذبية، وهي الجاذبية المكتسبة، ودي أندر الأنواع، نوع نادر جدا وبترتبط بقى بعدد قليل، والناس دي لا تسعى لا للشهرة ولا للمجد. أمال إيه الموضوع؟ الناس دي بتقدر تؤثر وتثري حياة الآخرين، ويحطوا لحياة الغير معنى من غير ما يكون هو قاصد يعمل كده، ده من خلال الشغل بتاعه الجاد، من خلال الإنجاز اللي هو بيعمله. الناس دي بتوصل لمرحلة من السلام النفسي إن هو ما عندوش طموح للسلطة ولا المال ولا الجاه، هو بقى عنده حتة العطاء والبذل والتفاعل، حاجة بيلت إن كده خلاص، هو بدأ شغال بيها وخلاص. عشان كده عددهم قليل قوي، الجماعة اللي بتوع الجاذبية المكتسبة، دول التلات أنواع من الجاذبية. شوف سيادتك إيه اللي أنت تقدر يعني تعمله علشان توصل للجاذبية. أنا اديتك التلات أنواع قدام سيادتك، هتستخدمهم إزاي أو هتختار واحدة منهم تستخدمهم، وأنا أبديت رأيي في واحدة منهم.
العنصر الثالث هو عنصر الأصالة، وهقول إفيه بايخ طبعا، مش أصالة المغنية ومش أصالة مطرب. نقصد هنا بالأصالة هي أعلى درجة من مصداقيتك مع نفسك ومع الغير، ودي خطوة رئيسية على طريق الوصول للذكاء الاجتماعي. يعني الأصالة هي الصدق مع النفس. الأصالة معناها إن أنا ببعد عن الزيف والتملق وكسب ثقة الآخرين من خلال سلوك مبني على التفاهم والمتبادل والتواصل الفعال، وإن أنا بعبر عن اللي بيدور جوايا بالصدق وبلباقة، وإن أنا يكون عندي سمعة طيبة وأكون مشهور، إن أنا ليس فقط هدفي هو كسب المال على قد ما أنا عايز أوصل أو أوصل للآخرين مدى اهتمامي بيهم. زي بالظبط كده لما بتشوف مدرب، خلينا نتكلم عن المهنة اللي شغالين فيها، في مدرب كل همه الفلوس والشهرة، دول رقم واحد عنده، بعد كده تيجي أي حاجة، يعني رتب أي حاجة بعد دول. وفي مدرب هدفه القيمة اللي بيقولها بغض النظر عن الفلوس والشهرة، يعني ممكن يدخل كده في تفاوض، يعني هو ليه سعر مثلا معين بحكم السوق، لكن ما عندوش مشكلة انه يقلل شوية من سعر الاجر بتاعه عشان يقوم مثلا برنامج تدريبي معين، او ان هو هدفه الاساسي ان هو يقدم الخدمة التدريبية دي بغض النظر عن المكان اللي هيقدم فيه الخدمة التدريبية، بغض النظر عن التجهيزات العالية قوي، بيقدر يشتغل طالما هو يقدر وعنده المقدرة على توصيل هذه القيمة. الصدق مع النفس هو جواز المرور لبلاد الجاذبية والتأثير والعظمة، والموضوع فعلا محتاج ان احنا نقف عنده كتير. العنصر الرابع هو عنصر الوضوح، ونقصد هنا بالوضوح هو التعبير عن الآراء والأفكار والنوايا بصراحة وبدون تردد وخوف. يعني اسأل نفسك سؤال، هل تقول ما تعني وتعني ما تقول؟ يعني هل اللي جواك هو اللي طلع على لسانك؟ وهل اللي طلع على لسانك ده انت هتتحمل تبعاته؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت كده من الناس اللي بنقول عليهم عندهم درجة عالية من الوضوح، وده مفتاح رئيسي من مفاتيح الذكاء الاجتماعي، لأن حسن اختيار الكلمات وانتقاء الألفاظ دي من أهم أدوات الوضوح في التعبير بقى عن الأفكار والآراء، لأن استعمال البلاغة والمجاز والأمثال بيكون ليها دور فعال في توضيح الكلام والإفصاح عنه. لذلك الناس الفصيحة في الخطابة وبيستخدموا الألفاظ الواضحة، الناس دي على طول بيبقى فيه جاذبية ليها، والناس دي على طول بيبقى عندهم حضور، والناس دي بنحب نسمع لها وبنحب نقدمها. طيب هل موضوع الوضوح ده مهارة ممكن أتدرب عليها؟ للأسف الشديد معظمنا بيقع فخ إساءة التعبير، وبتخوننا اللغة، وبتخوننا الألفاظ، وده ممكن يوقعني في مشاكل كتيرة جدا ويخلي كلامي يبان غامض، مع إن أنا مش غامض ولا حاجة، لكن أنا مش قادر أعبر عن اللي جوايا، مش لاقي الألفاظ والكلمات بتعبر عن المكنون بتاعي. فدي ممكن تعمل حواجز في التواصل ما بيني وبين الآخرين. لذلك من الدروس المستفادة هو إنه في كتير من الأحيان بيكون الصمت أبلغ من الكلام،
اه والله اوقات كتير جدا انت تسكت فليكن خيرا او ليصمت، يعني كما قال الرسول في الحديث النبوي الشريف. فاحيانا احنا بنقول لبعض حتى كمدربين ان الصمت نوع فريد من الذكاء الاجتماعي. ليه؟ لان الاذكياء بيتحدثون في الوقت المناسب وبيصمتوا برضه في الوقت المناسب، واللي عندهم درجة عالية من الذكاء الاجتماعي بيجيد إدارة المناقشات لما بيكون عنده اكتفاء بالأطروحات اللي بيقدر يقدمها عشان يستكمل الموضوع. لذلك أنا مؤمن جدا بالحكمة اللي بتقول أغلق فاك قبل أن يغلق الناس آذانهم. يعني لو أنا مش هقدر أعبر عن اللي جوايا ما حطش حواجز في التواصل ما بيني وبين الغير. لما بتكون في حالة غضب شديد ما تتكلمش، لأن الكلام ساعتها ممكن يخسرك كتير. ساعتها الصمت بيكون علاج مناسب، بيكون قمة الذكاء. طيب يا سيدي اديني كده شوية حاجات أنمي بيهم مهارات الوضوح عندي. عشان تنمي مهارات الوضوح عندك لازم تتعلم بقى اللباقة من أصحابها، فتروح تشوف المناظرات والمناقشات الساخنة سواء كانت بقى الفكرية أو السياسية، وشوف سرعة البديهة عند المناظرين الأقوياء. في بعض المناظرين كتلاقي عنده قوة في الأداء، كتلاقي الراجل راسي كده وهادي وثابت وكلماته بتخرج كطلقات الرصاص. ده اللي احنا عايزين نتعلمه. برضو لازم تختبر قاموسك اللغوي سواء بلغتك الأم هي اللغة العربية أو باللغات الأخرى اللي بتحتاجها في عملك، فنحاول نزود الفوكاب، يعني نزود المحتوى اللغوي والكلمات اللغوية. الكتب والقراءة دي من الحاجات طبعا الرهيبة اللي بتنمي درجة أو مهارة الوضوح. زي بقول لسيادتك اطلع كتير، اقرأ كتير، زود نفسك من ثروات من التعبيرات اللي هتتناسب معاك في مواقف مختلفة. الناس اللي بتقرأ كتير بتلاقي سبحان الله عنده حصيلة من التعبيرات لكل موقف بيمر بيه. درب طبعا، لازم تدرب نفسك على التعبير عن أفكارك بالرسومات والأشكال الكرتونية، لأن برضو الحاجات دي بتدي لك ثقل أثناء وجودك في موقف حقيقي. وأهم حاجة تمرن نفسك على مهارة الاستماع والإنصات، لأن المستمع الجيد والمنصت الجيد متحدث جيد. آخر عنصر معايا هو عنصر التفاهم أو التفهم والتعاطف. وفي طبعا اللي بيحضر لي محاضرات بقول لهم اظهر التعاطف ولا تتعاطف، يعني الجماعة اللي هم المدربين علشان ما تدخلش في حيصة بايص، يعني انت بتبقى مرن قوي بدرجة ممكن تضيع منك الموقف اللي انت بتمر بيه. فبنقول لهم اظهر تعاطف وتعاطف، لكن التفهم والتعاطف وده العنصر الاخير من عناصر الذكاء الاجتماعي، بيتمثل في قدرتك على استيعاب آراء الآخرين وتفهمك لمشاعرهم واختبار مدى تمتعك بتلك الموهبة. فعلشان كده لازم كل فترة تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هل أنت من الناس اللي بتدرك مشاعر الآخرين وبتعامل كل فرد بما يتناسب مع مشاعره وأحاسيسه؟ هل بتقبل الآخرين زي ما هم كده؟ ولا على طول أنت دائم انتقاد تصرفاتهم؟ لو الأسئلة دي أو السؤالين دول تحديدا إجابتهم رايحة في سكة إن أنت بتتعامل مع الآخرين من منطلق شخصيتك مش شخصيتهم، ومشاعرك مش مشاعرهم، ومتتقبلهمش طالما هما مختلفين عنك، يبقى انت ما عندكش تفاهم ولا تعاطف معاهم. لكن امتى يبقى عندك تفاهم وتعاطف؟ لو انت فعلا عندك ادراك لمشاعر الغير
وعندك قدرة على التعامل معاه زي ما هو بشخصيته، تقبل الغير، تمام؟ وعلشان تعمل موضوع التعاطف ده لازم تدرب نفسك انك تبعد عن فساد الاخلاق، يعني تهجر كل مفاسد الاخلاق، ولازم تتجاوز الناس اللي هم بيثبطوا الهمم وبيقتلوا الابتكار. لو قدرت ان انت تتجاوز دول هتلاقي نفسك انت بتعرف تعمل تعاطف وتفاهم للغير بشكل طبيعي وبشكل فعال. دول الخمس عناصر المكونين للذكاء الاجتماعي. هختم بقصة قصيرة أو موقف حدث بالفعل. واحد راح كارفور، فبيقول الراجل اللي هو مسؤول عن قسم الخضروات، قال له أنا عايز نص ثمرة قرع عسل. عارفين قرع العسل؟ قال له أنا عايز نصها. فالراجل يعني استغرب الطلب شوية، مش متعود عليه، متعود هو يبيع الثمرة زي ما هي. فراح لرئيس القسم بتاعه بيقول له إن في واحد عميل عايز أقسم له نص القرع العسل ده. ويبدو ان الراجل ده كده يعني مش طبيعي، فلسه بيشاور عليه، فلا صباعه يعني اصاب انف العميل، يعني العميل تحرك له، فهو على طول ظن ان العميل سمعه، فبدأ ايه يكمل كلامه. قال يعني بيقول لرئيسه: ويا فندم دي اخر ثمرة موجودة عندنا، ولحسن حظنا ان السيد المحترم ده عايز يشتري النص ده، بس لحسن حظه هو ان الراجل كان لسه واصل فما سمعش شتمته اللي كان بيقولها عليه. تخيل بقى العكس، لو كان سمع الشتيمة كان ايه اللي هيحصل؟ اختيار الالفاظ يا جماعة مهم جدا. تعبير عن اللي جواك بشكل ايجابي وفي تفهم للغير مهم جدا. عايز تنجح لازم تنجح على المستوى الاجتماعي، الذكاء العقلي وفقط، من غير بناء شبكة علاقات مع من يحيط حولك في المجتمع، سواء مجتمعك الشخصي العائلي او مجتمعك العملي، هيخسرك كتير جدا. لازم تبني قنوات اتصال مع من حولك. في الختام أتمنى لحضراتكم مشاهدة مفيدة، وأتمنى أكون قدمت في هذه الدقائق جرعة مركزة عن الذكاء الاجتماعي. طبعا أتمنى أشوف طبعا التعليقات بتاعت حضراتكم، عشان لو في أي اقتراحات أو في أي حاجة محتاجين احنا نناقشها فنخلي فيه تفاعل أكتر على المقطع. ويا ريت يكون لو المقطع عجبك يكون في لايك، علشان يبدأ اليوتيوب يقترحه من ضمن الفيديوز المقترحة، علشان ناس كتير برضو يعني تستفيد بما نقدمه من مادة علمية. إن شاء الله على وعد بإتمام البرنامج كما تحدثت في بداية الحلقة. وإلى أن ألقاكم أتمنى لكم مشاهدة طيبة، وألقاكم دائما على خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.